مرحبا بكم، رح نتابع بالجزء الثالث من مقدمة ألف ليلة وليلة السيدة أم كلثوم، ورح نشوف بهذا الجزء أنه بيرجع ل اللي هو الإيقاع الرباعي وبيعمل بياتيري وبيعمل رست على درجة السول وبيستخدم الأكتاف الثاني من نهاوند السول اللي هو ابتدى أول شيء بالجزء الثالث الأخير من اللا لا سي دو ري دو سي دو سي لا سي لا سول لا سي دو ري دو سي دو سي لا بس. طبعا بعيد هذا الجزء مرة ثانية، ما رح نعيده، بسيط جدا. منتابع ري مي فا سو فا مي فا مي ري مي ري دو ري مي فا سو فا مي فا مي ري بس. كمان بعيد هذا الجزء ما رح نعيده، منتابع سو 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 فا فا من مي ري ري دو دو سي سي للا سو سو. هاي اللي أخذناها بالجزء الأول، طعم أولى مرة تانية. راح نشوف الجزء اللي بعده اللي هو راح يفوت ب من عند بعد الاس من الصول اس سو دو ري سي دو لا سي صول سو سو صول سو سو صول سو فا سو فا صو لا سي ري سي دو لا سو دو ري سي دو لا سي صول سو سو صول سو سو صول سو فا سو فا صو لا سي ري سي دو. هذا جزء هو جزء للأكورديون، كمان علامات داتسن وعلامات اللي هن السوداء بسيطين، بس ناخذ كل زمن علامة بزمن الصحيح ونعمل الفاديز اللي هي بالإصبع الرابع حساسة النغمة مثل ما شفناها ب صو فا صو فا صو لا سي. إذا هون فاديز بالإصبع الرابع. طبعا هي جملة بعيدة الأكورديون مرة ثانية، بالمرة الثانية بيقول فيها لا ري مي 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 ري دو ري دو ري دو سي لا سي دو ري سي لا صول صول فا مي ري. هون وقف على الري وعمل مينس في مول، كان عم بقول بياتي ري. بيتابع هون بعدين الساكسفون ب صو ري دو دو سي سي لا صول صو صو صول سو سو لا سو 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 لا سو لا سي دو سي دو سي دو سي لا سو. إذا بهذا الجزء هو جزء الساكسفون بيقول في سي نصف في مول اللي هو سو ري دو دو سي سي لا صول سو سو صول سو سو لا سو 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 لا سو لا سي دو. إذا سي نصف في مول. وبعيد هذا الجزء مرة ثانية بعد ما يقول اللي هو سي دو سي دو سي لا صول ري دو دو سي سي لا صول سو سو صول سو سو لا سو 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 لا سو لا سي دو سي دو سي دو سي لا مي فا مي ري. هون عمل مي طبيعية مي فا مي ري دو مي دو سي ري دو سي لا سي دو سي لا صول سو 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 سو. إذا هو عامل مي طبيعي وهو عم بيقول رست على درجة الصول، وبعدين بيقول صو 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 صو. بيتابع صول صول لا سي ري دو ري ري دو ري دو سي لا سي دو ري سي دو سي لا صول لا سي دو لا سي لا صول. طبعا بيرجع بيقول نفس هي الجملة الموسيقية اللي قلناها بالجزء الأول من الأغنية صول صول لا سي ري دو ري ري دو ري دو سي لا سي دو ري سي دو سي لا صول لا سي دو لا سي لا صول لا ري صول. وبعدين بتفوت بالغناء. هاي بالنسبة للجزء الثالث والأخير من مقدمة ألف ليلة وليلة للمطربة أم كلثوم. بنتنا الإعجاب، شكرا للمتابعة.